قال المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني إن تفكيك الوكالة سيكون له تأثير كارثي على الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية بغزة. وحذر لازاريني من أن انهيار الوكالة سيكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين، مطالبا الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات لدعم الوكالة ما يتناسب مع خطورة الوضع. وندد لازاريني بالقرار الإسرائيلي الذي يقضي بحظر وكالة أونروا. Higher population in Gaza, more than 90%, and between those